بسم الله الرحمن الرحيم. دارية التيدي في رثاء المرتضى الزبيدي، نظم فضيلة شيخنا أسامة التيدي حفظه الله. قال الناظم حفظه الله: هلموا واسمعوا مني قصيدي، أعيدوا ذكر أمجاد الزبيدي. فمن كالمرتضى علما وباعا وفضلا في الورى بل في الوجود، إمام المسلمين بلا نزاع ومحور كل إسناد مشيدي، وشيخ حافظ ورع تقي، ومقصد مستهام مستفيدي. له تاج العروس وشرح إحياء دين فاح عطرهما كعودي. تعلق بالحديث وهام حبا بتطواف على شيخ مفيدي. سما نودا أتى من بعد جرجا، ودمياطا أتاها من رشيدي. ويكتب في دمنهور حديثا، وفي يافا يدون أو زبيدي. فينظم ألف بيت بل ونصفا، ويجمع جوهر السند الفريدي. وتي ألفية الإسناد تزهو، لها شرح كعقد حول جيدي. فما أدري أغازل أصلها أو أغازل شرحها ثملا بغيدي. أقام بمصرنا عمرا طويلا، فأرسى كل إسناد وطيدي. وأملى في مساجدنا فأحيا قديما كان في ثوب جديد. مواهب رفعها مرقاة حسن، وتحبير العروس لكشف هودي. فيا عجبا لمن بخلوا عليك فلم يبكوا على فقد الشهيد. سوى زوج رثتك بكل حب وقلب مخلص عبق ودودي. فما نظموا لأجلك بيت شعر، فخذ مني رثائي في قصيدي. وعذرا إن تأخرت القوافي، قرونا كنت فيها خير عيدي. فمن كالمرتضى سندا رفيعا، فليس هناك كالعز التليدي. وهل مثل الزبيدي من إمام يحلي باللآلئ كل جيدي؟ فذا نسابة رحالة، هل أتانا مثل ذلك من وليدي؟ كريم الأصل من نسب الرسول، شريف طاهر يا للخلود. فشيخي لم يعقب غير علم، فهيا وارفعوا أعلى بنودي. وكونوا للأسانيد العوالي رجالا بالندى أوفى جنودي. سقى رمسا حواك بكل فخر، كريم السيل أو حب الحصيد. فلا والله ما فقد الحديث وإسنادي سوى طود وطيد. مضى للخلد في جنات عدن، وخلف كل إسناد حميدي. سلام الله يا شيخ الشيوخ على جدث حوى أغلى سعيدي. سلام الله والرضوان حلا على شيخي أبا الفيض الزبيدي. ورحمة ربنا حلت عليك، فجودي رحمة الله وزيدي. وعدتها أتت لا عيب فيها، فأرخ همك العقد النضيدي.